بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بك عزيزي الطالب إلى اللقاء 11 من مادة القانون التجاري، وينبغي أن تكون قادرا من خلال هذا اللقاء على التمييز بين الإفلاس المدني والإفلاس التجاري، أن تبين شهر الإفلاس التجاري، توضح حكمة وأهمية نظام الإفلاس التجاري، تكتشف الآثار التي تترتب على نظام الإفلاس التجاري، أن تتكلم عن شروط شهر الإفلاس التجاري، تفصل شروط التوقف عن الدفع، تحدد الطبيعة القانونية لحكم الإفلاس، تتكلم عن صدور حكم الإفلاس والطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف. أحكام الإفلاس في التشريع اليمني، الإفلاس المدني والإفلاس التجاري. الإفلاس المدني، تناول المشرع اليمني أحكام الإفلاس المدني في المواد من 71 إلى المادة 86 من القانون المدني، حيث نصت المادة 71 على أنه يحجر على المدين المفلس وهو من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه الحالة، ويكون الحجر بحكم من محكمة موطن المفلس بناء على طلب أحد دائنيه الحالة ديونهم، أو على بناء على طلب المفلس نفسه، ويترتب على الحجز منع المفلس من التصرف في ماله الموجود وقت الحجز، وما يستجد له من مال في مدة الحجز، وقسمة المال بين الدائنين قسمة غرماء. طيب سين، هل هناك اختلاف بين المدين المفلس غير التاجر والمدين المعسر في المعنى والحكم؟ تناول القانون المدني التفرقة بينهما في المعنى والحكم في المواد من 359 وإلى المادة 365 من القانون المدني، تحت عنوان اليسار والإعسار والإفلاس. فالمعسر هو من يفي ماله بديونه أو يزيد عليها، والمعسر هو من لا يملك شيئا غير ما استثنى له مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه وما يحتاجه من المساكن. أما المدين المعسر هو من يفي ماله بديونه أو يزيد عليها، المدين المعسر هو من لا يملك شيئا غير ما استثنى له مما يجوز الحجز عليه أو بيعه، المدين المفلس وهو من لديه مال لكن ماله لا يفي بديونه الحالة فيحجز عليه بسبب الدين. ملاحظة، المفلس غير المعسر. المفلس وإن كان تاجرا أو غير تاجر ينتهي به الأمر بعد شهر الإفلاس، إفلاس المفلس أو الحجز على المدين المعسر إلى حالة الإعسار، لأن أموال المفلس تاجرا أو غير تاجر يمنع من التصرف بها وتباع للوفاء بديونه. ثانيا، الإفلاس التجاري. الإفلاس المدين التجاري فردا كان أو شركة، تناول المشرع أحكام الإفلاس التجاري في القانون التجاري في الكتاب الرابع منه في المادة من 570 حتى المادة 803 تحت مسمى الإفلاس والصلح الواقي. فقد نصت المادة 570 على أنه كل تاجر اضطربت أعماله حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز إشهار إفلاسه بعد التأكد من ذلك، ولا تنشأ حالة الإفلاس على المدين التاجر إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، وتسري على إفلاس الشركات التجارية نصوص الإفلاس فيما عدا شركة المحاصة، يجوز شهر إفلاس أي شركة تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فتوقفت عن دفع ديونها. الإفلاس التجاري يعد نظاما قانونيا للحجز الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية، ويقصد به رفع يد المدين المفلس عن إدارة أمواله وتصفيتها وبيعها تمهيدا لتوزيعها للدائنين قسمة غرماء. لذلك فإن الدائنين يدخلون في جماعة واحدة هدفهم واحد يسمى جماعة الدائنين، وتكون لهم لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدائنين الداخلين فيها، فلا يكون لأحد الدائنين الحق في اتخاذ الإجراءات الانفرادية وحده دون غيره، بل يجب عليه أن ينضم إلى جماعة الدائنين، وهدف المشرع من ذلك هو منع التسابق فيحصل الدائنين المتسابقين على حقهم كاملا بينما لا يحصل الدائنين الآخرين على أي شيء، ويقتسم الدائنين أموال المدين المفلس قسمة غرماء فيحصل كل منهما على نصيب من هذه الأموال بحسب نسبة ديونه إلى إجمالي ديون التفليسة. حكمة وأهمية نظام الإفلاس، حماية جماعة الدائنين من المدين المفلس.
حماية الدائنين من أنفسهم، يمكن لكل دائن أن يسارع في التنفيذ على أموال المدين قبل غيره من الدائنين فيحصل على حقه كاملا، بينما بقية الدائنين لا يحصلون على شيء. الآثار التي ترتب على نظام الإفلاس، الآثار التي تلحق بالمدين المفلس، رفع يد المدين المفلس، اثنين تعيين صناديق التفليسة وهو ما يسمى بمدير التفليسة. ويعتبر الإفلاس جريمة إذا ارتكبها المدين المفلس في حق الدائنين الذي منحوه ثقتهم إذا دلس عليهم، وقد يكون الإفلاس بالتقصير إذا كان مشوبا بالتقصير ويسمى الإفلاس بالتقصير. أما الإفلاس العادي البسيط الذي لا يشوبه تقصير أو تدليس وفيه يكون المفلس حسن النية. الآثار التي تلحق الدائنين حكم الإفلاس يترتب آثار كثيرة في مواجهتهم لنشوء جماعة الدائنين، وقف إجراءات التنفيذ الفردي لكل دائن على حدة، لا يستطيع أي دائن أن يسارع في التنفيذ، محاولة تحقيق مصالح الدائنين والمدين المفلس. يتسم نظام الإفلاس بالقسوة والشدة، وهذا يحقق مصلحة جماعة الدائنين، ومع ذلك فإن المشرع أخذ جانب المدين المفلس بالرحمة والعطف إذا وقع تحت طائلة الإفلاس دون ذنب أو خطأ منه، وإنما نتيجة لعوامل خارجية عن إرادته، تقلبة الأسعار، عدم قدرته على بيع البضائع. ملاحظة، في الإفلاس بالتدليس يظل المدين التاجر المفلس محروما من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية التي سقطت عنه بمجرد صدور حكم الإفلاس، وقد راعى المشرع بأن اكتفى بموافقة أغلبية الدائنين، فالدائنين هم أصحاب المصلحة في الموافقة على شرط الصلح من عدمه. التطور التاريخي لنظام الإفلاس، طبعا نظام الإفلاس نشأ نظام الإفلاس كان في ظل القانون الروماني، ولم يميز بين الدائنين بدين تجاري أو دين مدني، ثم تطور بعد ذلك حتى صدور القانون، وقد صدر القانون المصري سنة 1999 والذي نظم فيه الإفلاس والصلح الواقع من الإفلاس، ثم أصدر المشرع المصري القانون رقم 11 لسنة 2018، ثم عدل بالقانون رقم 11 لسنة 21. ولقد أخذ المشرع اليمني بنظام الإفلاس والصلح الواقع في القرار الجمهوري لسنة رقم 32 بصدور القانون التجاري لسنة 1991 بشأن القانون، وقسمه إلى 4 أبواب. الباب الأول شهر الإفلاس وآثاره، الباب الثاني إدارة التفليسة، الباب الثالث الباب الثالث انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين، الباب الرابع الصلح الواقع من الإفلاس. الباب الأول شهر الإفلاس وآثاره، الشروط شهر الإفلاس، نصت المادة 570 على كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى وقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه بعد التأكد من ذلك. وقد نصت المادة 571 على لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك. شروط شهر الإفلاس: أن يكون المدين تاجراً متوقفاً عن دفع ديون التجارية، أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس. ملاحظة، إذا لم يصدر الحكم بالإفلاس المدين التاجر يكون في حالة إفلاس واقعي غير مشهور، حيث نص القانون على ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك. أن يكون المدين تاجراً، الصفة التجارية ضرورية في الإفلاس، قد يكون التاجر فرداً يعني شخص طبيعي أو قد يكون شركة تجارية، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة أو كل شركة تتخذ الشكل التجاري. في الشركات غير التضامن فإن الشخص لا يكتسب صفة تاجر ولا يسأل بصفة شخصية أو تضامنية عن الوفاء بديون الشركة، بل تكون مسؤوليته محددة بقدر ما قدم من رأس مال. في الشركة الموصية أو المساهم أو في ذات المسؤولية المحدودة لا يكتسب صفة التاجر، ومن ثم لا يستتبع إفلاس الشركة إفلاس الشريك، بينما في شركات الأشخاص يترتب على إفلاس الشريك أو إفلاس الشركة إفلاس التاجر. إثبات الصفة التجارية: إذا ثار نزاع بشأن إثبات الصفة التجارية على من يدعي هذه الصفة إثباتها. التوقف للشرط الثاني، التوقف عن دفع أو الدفع للوفاء
بالديون التجارية. المقصود بالتوقف عن الدفع أن المدينة التاجر توقف عن دفع الديون التجارية لا المدنية. فإذا توقف التاجر عن دفع ديونه المدنية فإنه لا يمكن طلب إشهار إفلاسه. استعمال التاجر وسائل غير مشروعة للوفاء بديونه وذلك باستخدام طرق احتيالية غير مشروعة للوفاء بديونه في مواعيد استحقاق لتلافي شهر إفلاسه. وهنا المحكمة في هذه الحالة تقضي بشهر إفلاسه وذلك لسببين: أن التاجر وقد لجأ إلى طرق احتيالها ظهر قصده السيء بإطالة وجوده في الحياة التجارية. أن عناصر التوقف عن الدفع عنصرين اللي التوقف المادي وعنصر نفسي يتمثل في اضطراب الأعمال المالية للتاجر وزعزعة ائتمانه. قد يكون توقف المدين عن دفع ديونه التجارية راجعا إلى تعنته ورغبته في عدم الوفاء. وهنالك رأيان، يرى البعض إشهار إفلاسه ويرى والرأي الراجع عدم وجود مبرر لإشهار إفلاسه، أن يكون هذا التوقف كاشفا بذاته عن اضطراب حقيقي في المركز المالي المدين وزعزعة ائتمانه في المجال التجاري. عناصر التوقف عن الدفع يقوم على عنصرين: عنصر مادي، التوقف عن دفع الديون في مواعيد استحقاقية، وهذا يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات القرائن أو شهادة الشهود أو البينة. وعنصر معنوي، عجز المدين عجزا حقيقيا عن الوفاء بسبب اضطراب مركزه المالي وزعزعة ائتمانه التجاري وعدم توفر الثقل أداء العملاء في التعامل معه، فالتاجر لا يستطيع أن يبيع أو يقترض. وهنا للمحكمة أن تتمتع بسلطة تقديرية في إثباته، ويجب توفر العنصرين معا حتى تحكم المحكمة بإفلاس التاجر. شروط التوقف عن الوفاء: أن يكون الدين حال الأداء، أن يكون الدين محقق الوجود معين المقدار وخالي من النزاع، يجب أن يكون الدين تجاريا. 4، لا يشترط أن يكون التوقف كليا، يكفي أن يتوقف عن دفع بعض ديونه أو أحدها، ويجب أن يكون الدين على قدر من الأهمية حتى يمكن شهر إفلاس التاجر. إثبات التوقف يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، ويقع عبء الإثبات على من يطلب إشهار إفلاس المدينة التاجر. ضرورة تلازم الصفة التجارية وقت التوقف عن الدفع، أي يجب أن يكون المدين تاجرا وقت التوقف عن الدفع حتى يمكن الحكم بشهر إفلاسه. الحالة الأولى، يكتسب صفة التاجر بعد التوقف عن الدفع. الحالة الثانية، فقد صفة التاجر قبل التوقف عن الدفع. إفلاس التاجر المتوفي أو المتوقف عن الدفع، يجوز إشهار إفلاس التاجر بعد موته إذا توفى وهو في حالة توقف عن دفع ديونه التجارية. الشرط الأول، أن يتوفى المدين التاجر وهو متوقف عن دفع ديونه التجارية. الشرط الثاني، أن يطلب شهر إفلاس التاجر المتوفي خلال السنتين التاليتين للوفاة، يعني تسقط الدعوة بعد مرور سنتين وتحسب من تاريخ الوفاة. ثانيا، إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة، نص القانون على إمكان إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة إذا كان قد توقف عن دفع قبل اعتزاله التجارة، ويجب إثبات ذلك. هذا ما نصت عليه المادة 577 من القانون التجاري اليمني. صدور حكم الإفلاس، نصت المادة 571 لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقف عن دفع الديون قبل صدور الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك. المحكمة المختصة بشهر الإفلاس طبعا المحكمة التجارية الابتدائية. ومن يكون له حق طلب شهر الإفلاس، نصت المادة 572 يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلبه هو، أو يجوز المحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة أو من تلقاء ذاتها إذا طلب شهر الإفلاس إذا طلب من حقه. المدين المفلس، نصت المادة 575 على أنه يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاسه إذا اضطربت أعماله التجارية. وشهر الإفلاس بناء على طلب الدائنين يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة وإعلان المدين بها، ولا يشترط أن يكون طلب شهر الإفلاس من جميع الدائنين، بل ممكن أن يكون شهر الإفلاس من أحدهم. ثالثا، النيابة، نصت المادة 576 الفقرة ألف على أنه إذا طلبت النيابة أو من يقوم مقامها شهر إفلاس تاجر، وجب على إدارة الكتاب أن تخطر يوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويكون إعلان المدين قبل يوم الجلسة ب 24 ساعة، وفي أحوال الاستعجال يكون بساعة واحدة. المحكمة من تلقاء نفسها
يمكن أن تحكم ب وتطلب هذا. قد تعرض على المحكمة منازعات ويتبين لها من خلال هذه المنازعة توقف المدين التاجر عن دفع ديون التجارية فتقضي المحكمة بشهر إفلاسه ولو لم يتقدم إليه المدين أو الدائنين أو النيابة بطلب شهر إفلاسه. مضمون حكم الإفلاس يتضمن أدي بأجل وقائع الأسباب منطوق الحكم، فضلا عن أنه يتضمن حكم الإفلاس تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع، تعيين رئيس المحكمة التجارية، قاضي يعين قاضي للتفليسة ليراقب إجراءات وأعمال التفليسة، الأمر بوضع الأختام على أموال المفلس، والأمر عند الاقتضاء بحبس المفلس أو التحفظ عليه، تعيين صناديق أو أكثر لإدارة التفليسة. تسمى الفترة التي بين تاريخ الوقوف عن الدفع وتاريخ الحكم الصادر بشهر الإفلاس بفترة الرأي بها، ويعتبر الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع ملزما للمحكمة ولا يجوز ولا يحوز ويعتبر الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع ملزما للمحكمة ولا يجوز ولا يحوز قوة الشيء المقضي به. نشر وشهر حكم الإفلاس، نشر أو قبل قانون نشر حكم الإفلاس حتى يعلم الكافة بصدور حكم الإفلاس حيث له حجية مطلقة، فلا يقتصر أثره على أطراف الدعوة فحسب، بل يسري في مواجهة الكافة. ينشر الحكم الصادر بنشر الإفلاس بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام السجل التجاري، ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال 3 أيام من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين. المراحل التي يمر بها نشر حكم التحديد تاريخ التوقف عن الدفع: نشر ملخص الحكم، لصق ملخص حكم شهر الإفلاس وحكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في اللوحة المعدلة لذلك، تدوين الحكم بشهر الإفلاس في السجل التجاري خلال شهر من تاريخ صدوره، قيد ملخص الحكم في مكتب السجل العقاري خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم، وفي حالة عدم نشر حكم شهر الإفلاس أو حكم تعيين تاريخ تعيين التوقف للتوقف عن الدفع ينتج عن ذلك عدم سريان مواعيد الطعن في الحكم لأنها لا تبدأ إلا من تاريخ النشر، وعدم النشر يعرض صناديق التفليس المسؤولية المدينية وتعويض كل من أصابه ضرر من إهمال النشر لأنه هو المكلف بالنشر. التنفيذ يكون الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون واجب التنفيذ، تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك، ويكون ميعاد الاستئناف 15 يوما من تاريخ الحكم، والتنفيذ المؤقت يكون للحكم بمجرد النطق به قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات النشر حتى ولو كان الحكم عيبا في الشكل والموضوع. فالطعن في الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف ولو من المدين نفسه الذي تقرر إفلاسه ولا يوقف تنفيذ الحكم طبعا عزيزي الطالب، خروجا على قواعد المرافعات تقضي بالأحكام الصادرة في المواعيد التجارية تكون واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون بشرط تقديم كفالة، فإن حكم شهر الإفلاس يكون واجب النفاذ المعجل دون تقديم كفالة، وهذا خروجا على القواعد الثابتة في قانون المرافعات. طعن في حكم شهر الإفلاس، الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون نافذا نفاذا مؤقتا بمجرد صدوره، ولكن لا يكون نافذا نهائيا إلا بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا، الطعن بالمعارضة أو الطعن بالاستئناف حتى يصبح الحكم نهائيا، حيث نصت المادة 585 لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير خلال 10 أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية. ملاحظة: حكم الإفراج عن المفلس أو إعطائه إعانة أو التأجيل عمل الصلع أو بتقديم الديون المنازع فيها تقديرا مؤقتا لأن أعمال ولائية ولا تفصل فيها خصوما موضعية، لا يجوز الطعن فيها إلا بالمعارضة وبالاستئناف لأنها لم تلحق ضررا بأحد. الطعن بالمعارضة في حكم الإفلاس استنادا إلى المادة 585 من القانون
المدنية جوز المعارضة في حكم شهر الإفلاس لكل ذي مصلحة ولو لم يكن طرفا في الدعوة الدائنين أو زوجة المفلس أو الشريك في شركة الأشخاص في ظرف 10 أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية لمن لهذا الحكم من حقية مطلقة في مواجهات الكافة، وتكون المعارضة بعد تمام عملية النشر ويعد النشر بمثابة الإعلان لذوي الشأن. الطعن بالاستئناف في حكم شهر الإفلاس، يجوز استئناف حكم شهر الإفلاس إلا لمن كان طرفاً في الدعوة الابتدائية التي صدر فيها الحكم طبقاً للقواعد العامة، وإذا تقدم الدائن بالمعارضة في حكم شهر الإفلاس تم رفض معارضتي ويقول له استئناف الحكم الصادر في المعارضة لأنه أصبح بالمعارضة طرفاً في الحكم الصادر فيها يجوز له استئنافه، ويجوز استئناف حكم شهر الإفلاس في جميع الأحوال بغض النظر عن قيمة الدين، لأن الغرض من الدعوة ليس تقرير حق لأحد، وإنما المقصود منها افتتاح إجراءات التنفيذ الجماعي، وهو أمر غير قابل لتقدير مالي. ميعاد الاستئناف لحكم شهر الإفلاس 15 يوما للمفلس وغيره من ذوي المصلحة. إلغاء حكم شهر الإفلاس لانتهاء حالة التوقف عن الدفع خلال الطعن بالمعارضة والاستئناف. طبيعة حكم الإفلاس، الحقية المطلقة لحكم شهر الإفلاس. اثنين، الأثر المنشئ لحكم شهر الإفلاس يتميز عن سائر الأحكام القضائية بأنه حكم منشئ لحالة ومراكز جديدة، وهي غل يد المدين عن إدارة ماله وتعيين صناديق التفليزة ونشوء جماعة الدائنين ووقف الإجراءات الانفرادية وسقوط آجال الدين ووقف سريان الفوائد، وهذه تتعلق بالأموال. وهناك أثر تتعلق بالشخص المفلس بالتدليس فيحرم من بعض حقوقه المدنية والسياسية لم تكن موجودة من قبل. والقاعدة أن الأحكام القضائية تكون كاشفة ومقررة الحقوق المتنازع عليها، فهي تعلن عن هذه الحقوق وعدم وجودها ولا تتعدى أن تنشئ حقوق. مبدأ وحدة الإفلاس، لا يجوز شهر إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة، ويعبر عن ذلك مبدأ وحدة الإفلاس، أي الإفلاس لا إفلاس على الإفلاس. لا تختص بإفلاس التاجر إلا محكمة واحدة، وهي المحكمة التجارية والتي يقع في دائرتها مركزي الرئيسي. إذا أذن المفلس بمزاولة تجارة جديدة أثناء قيام التفليس الأولى ثم توقف عن دفع ديونه التجارية الجديدة مرة أخرى، فلا يجوز كذلك للدائنين طلب شهر إفلاس المدين مرة أخرى، وإنما يجوز لهم الاشتراك في التفليسة الأولى القائمة. إذا انتهت التفليسة الأولى يجوز للدائنين الذين أنشأت ديونهم بعد ذلك طلب شهر إفلاس المدين التاجر. عزيزي الطالب، تناولنا في هذا اللقاء أحكام الإفلاس في التشريع اليمني، فينا لها مفهوم الإفلاس المدني والإفلاس التجاري، ودرسنا حكمة وأهمية نظام الإفلاس، حماية جماعة الدائنين من المدين المفلس، حماية الدائنين من أنفسهم، وتكلمنا عن الآثار التي ترتب على نظام الإفلاس التجاري التي تلحق بالمدين المفلس، رفع يد المفلس، تعيين صناديق التفليسة، تقرير نظام الإفلاس بالتدليس، كذلك التي تلحق الدائنين نشوء جماعة الدائنين، وقف إجراءات التنفيذ الفردي. بينا محاولة تحقيق مصالح الدائنين والمدين المفلس، وتحدثنا عن التطور التاريخي التشريعي لنظام الإفلاس، وتكلمنا عن شروط شهر الإفلاس التجاري. تكلمنا عن المدين التاجر المتوقف لشروط شهر الإفلاس. الشرط أن يكون مدينا تاجرا ومتوقفا عن دفع ديونه التجارية، وشرحنا عناصر التوقف عن الدفع، وهي عنصر مادي التوقف عن الدفع، وعنصر معنوي عجز المدين عجزا حقيقيا. وتكلمنا عن شروط التوقف عن الدفع، أن يكون الدين حال الأداء، محقق الوجود، معين المقدار، وخالي من النزاع. تجاريا كذلك أن يكون التوقف كليا. بينا كيفية إثبات التوقف عن الدفع، ودرسنا إفلاس التاجر المتوفي المتوقف عن دفع الديون التجارية، وتعرفنا على إفلاس التاجر وتعرفنا على إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارية، وفصلنا صدور حكم الإفلاس
بين المحكمة المختصة بشهر الإفلاس التجاري، ومن يكون له حق طلب شهر الإفلاس المدينة المفلس الدائنين النيابة العامة المحكمة من تلقاء نفسها. وشرحنا مضمون حكم الإفلاس ونشر وشهر حكم الإفلاس والمراحل التي يمر بها حكم الإفلاس وحكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع، حد كذلك تحديد المراحل التي يمر بها حكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع. وفصلنا التنفيذ للحكم الصادر بشهر الإفلاس وبينا كيفية الطعن فيه، الطعن فيه بالمعارضة في حكم الإفلاس والطعن كذلك بالاستئناف في حكم الإفلاس. وشرحنا كيفية إلغاء حكم شهر الإفلاس لانتهاء حالة التوقف عن الدفع خلال الطعن بالمعارضة أو الاستئناف، وعرجنا على الطبيعة القانونية لحكم الإفلاس، الحجية المطلقة، الأثر المنشئ، مبدأ وحدة الإفلاس، محكمة واحدة يحكم بالإفلاس مرة واحدة. شكرا لحسن استماعكم.